السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك رو. النهارده هتكلم عن الاوفر كلوك، فيديو مطلوب مننا كتير، وازاي اعمل اوفر كلوك لكارت الشاشة بتاعي، او ازاي اعمل اوفر كلوك للرامات بتاعتي او السلسلة كلها جاية ان شاء الله. احنا بالفعل كنا عملنا فيديو قبل كده عن ازاي تكسر معالجات رايزن، فيديو قديم شوية هتلاقيه موجود على القناة، لكن في الوقت الحالي ليه ما نعملش فيديو عن ازاي تكسر كارت الشاشة؟ الفيديو ده هيبقى مخصوص اكتر بكروت باسكال او كروت الجيل التاسع، ولكن انت ممكن تعمله في اي كارت من الكروت التانية لو انت مشيت على نفس الخطوات الاساسية اللي هنتكلم عنها، والموضوع فعلا بسيط جدا ان شاء الله. اول حاجة احنا هنستخدم بعض البرامج اللي هنتابع بيها الدنيا عندنا، والبرامج دي كلها مجانية، لا محتاج لك كراك ولا انك تشتريها ولا اي حاجة. اول حاجة هو MSI Afterburner. لو انت عاوز تنزل برنامج تاني للأوفركلوك كلهم شبه بعض في الاخر، لكن انا شخصيا بستريح مع MSI Afterburner، فانا بستعمل MSI Afterburner مع برنامج اسمه فيور مارك او 3D مارك فاير سترايك. ميزة فيور مارك انه برنامج صغير وبيعمل ستريس تيست كويس، هو تقيل قوي على كارت الشاشة لكن مش مشكلة، البرنامج كده مش هنبوظ كارت الشاشة في الاخر. ففيور مارك برنامج كويس جدا وحجمه كويس. واخيرا وليس اخرا HW مونيتور، البرامج دي هتخلينا نتابع الحرارة والكلوكس ونعمل ستريس او نعمل ضغط على الجهاز عشان نشوف هيستحمل اوفر كلوك ولا لا. وطبعا MSI Afterburner اللي بيعمل بيه الاوفر كلوك بتاع كارت الشاشه نفسه. لو انت عاوز تحديدا كروت باسكال اللي هو الجيل العاشر اللي هو زي 1060 و1070 و1050 Ti والكلام ده، معظمهم وليس كلهم، يعني مش ال1030 لكن معظمهم بيكسروا زي بعض، فبالتالي لو انت تابعت انت ممكن تاخد الارقام دي وتعدل عليها تعديل بسيط على الكارت بتاعك على طول اللي هنقولها في الاخر. انت عندك كام خيار؟ اول حاجه الباور ليميت والماكسيمم تمبريتشر، دول في البرنامج مربوطين ببعض، انا نسيت ازودهم في الاول وزودتهم في الاخر خالص بعد كام اوفر كلوك فاشل. فالباور ليميت بيخلي الكارت يسحب اكتر من التي دي بي بتاعه بشويه صغيرين، ده ما فيش منه اي مشكله بدل ما احنا مش هنعدي درجات الحراره القطر ومش هنسحب بزياده، والباور سبلاي اللي احنا بنستخدمه كويس. الماكسيمم تمبريتشر انت عاوز تسيبها مربوطه بالباور ليميت، فبالتالي هتوصل لحد 92 لو عليتها على الاخر مش مشكله، او انك ما تربطهاش بيها وتقللها شويه برده براحتك. في الحتي ما فيش فرق لان الناتج واحد، احنا كده مش هنخلي الكارت يعدي ال 75 او 77 درجه، فما فيش يعني قلق من الحته دي. الكارت اللي استخدمناه النهارده كان الجالاكسي جي تي اكس 1060، كارت معروف انه مش احسن كارت في التبريد او مش احسن كارت في الاوفر كلوكينج، لكن احنا اثبتنا ان احنا ممكن نعمل اوفر كلوك باي كارت. في تعديل صغير جدا عملته للكارت ده، لو انت عندك كارت زي درجه حرارته عاليه شويه، اذا كان سنجل فان او مثلا ماركه مش تقيله او مش غاليه، ممكن تشوف الفيديو اللي هنسيبه تحت في الديسكربشن بتاع لو كارت الشاشه بتاعك بيسخن المفروض تعمل ايه، اللي هو بنغير فيه المعجون بتاع الكارت الشاشه لمعجون انضف بكتير، وده اثر على درجات الحراره بتاعتنا تاثير كويس. في برده قدامنا الكور كلوك، ودي سرعه المعالج او الجي بي يو نفسه بتاع كارت الشاشه، دي كل ما نعليها كل ما يبقى الاداء اعلى لحد ليميت معين الكارت مش عارف يكسر سرعه اكتر من كده، وهيبدا يعمل كراش وبلو سكرين اوف ديس ولغوشات وحاجات غريبه قوي زي حاجات قدام كل وقت على الشاشه. وبرده عندنا الميموري كلوك وعندنا الفان كيرف. الفان كيرف انا ما لعبتش فيه بس انت ممكن تلعب فيه براحتك وهنتكلم عنده في الاخر. برده انا عليت الباور ليميت على الاخر اعلى حاجه موجوده في الكارت عشان يسحب زي ما هو عاوز وما يبقاش مضغوط، لو احنا عملنا له اوفر كلوك عليه شويه ما يبقاش مضغوط من ناحيه الكهرباء. بعد كده المفروض على اي كارت انت تبدا تعلي 100%، يعني انت عندك في البرنامج MSI Afterburner خليك تزود سرعه زي ما انت عاوز، فالمفروض انك تبدا 100%. بمعنى اول حاجه انت هتقوم مزود 100 ميجا هرتز بس في الكور كلوك، وتزود 200 ميجا هرتز في الرام، لان الرام ممكن تعملها اوفر كلوك اكتر شويه. في علامه صح مكتوبه تحت اضغط عليها عشان تثبت الاوفر كلوك ده وتطبقه على الجهاز. وبعد كده في تحت ارقام صغيره من 1 لـ5 وعلامه سيف جنبهم، ده بيثبت البروفايل دي وبيعمل لها سيف بالنسبه لو حبيت ترجع لها في اي وقت بنفس الارقام دي، هتعرف ترجع لها على طول بمجرد انك تضغط على اي رقم من الارقام دي. فاحنا هنعمل سيف للبروفايل الاولاني بتاعنا على رقم 1. وفي علامه تحت بقى على الشمال مكتوب عليها ستارت اب، العلامه دي ما تضغطش عليها الا لما توصل الاوفر كلوك النهائي بتاعك، لان العلامه دي بتثبت الاوفر كلوك كل مره تعمل ريستارت للجهاز او كل ما تقفله وتفتحه. دي احنا مش عاوزينها دلوقتي لحد ما نتاكد ان احنا وصلنا الاوفر كلوك ثابت وامن. هتزود اول 100 كور كلوك واول 200 ميموري كلوك وتعمل صح وتفتح فيور مارك وتعمل جي بي يو ستريس تيست كل دقيقه، مجرد بس ان احنا نتاكد ان كارت الشاشه شغال كويس مفيش فيه اي مشاكل. كارت الشاشه شغال كويس مفيش اي بلو سكرين مفيش اي تهنيج اي لغوشه في الشاشه اي حاجه، نقوم قافلين الستريس تيست. نرجع لـ MSI Afterburner هنقوم مزودين 100 في الميموري و100 في الكور كلوك، يبقى دلوقتي احنا زودنا كمجمل 300 في الميموري و200 في الكور كلوك. اعمل علامه صح، تعمل سيف على البروفايل دي لرقم 2 وتفتح فيور مارك جي بي يو ستريس تيست برده دقيقه او دقيقتين كمان نتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. في الوقت ده المفروض تكون متابع درجه الحراره على MSI Afterburner
او على فيور مارك او على اتش دبليو مونيتور، الثلاثه بيردوا درجات الحراره. بدأت تحت ال 80 درجه فلا تقلق، انت في الامام بالنسبه لدرجه الحراره، ولسه هنعمل تظبيطات في درجات الحراره عن كده كمان. المفروض لو انت بكارت من الجيل العاشر اللي هو باسكال انت هتكون في التمام جدا، وممكن تزود شويه كمان هنا بقى وتثبت وتركز شويه، لانك انت هنا بقى بدات توصل للليميت بتاع الكارت. فكروت انفيديا جيل العاشر معظمها في المتوسط بتكسر لحد 1650-1750 ميجا هرتز، وبتوصل البوست كلوك بتاعتها من 1950 لحد 2200. فال 1070 فاوندرز اديشن وصل معايا لحد 1980 ميجا هرتز بالبوست، والجالكسي 1060 بتاع النهارده وصل معايا ل 2201 بالبوست. مش كل الكروت بتكسر زي بعض، فانا ممكن يكون معايا كارتين نفس النسخه MSI مثلا او ايسوس تريكس 1060 او 1070، الاثنين نفس الكارت بالظبط كانوا جنب بعض حتى في المحل، وده يكسر مثلا كسر غير الكسر ده. فمش كل حاجه بتكسر زي بعض بسبب حاجه اسمها السيليكون لوتري، هتكلم عنها في يوم تاني. بس السيليكون لوتري بتحكم الكسر بتاع بروسيسور عن التاني او كارت عن التاني. هنا بقى تبدا تزود 30 بس او 25 بس او 40 بس، ارقام صغيره في الرينج بقى اللي ما بين 400 ل 600 على الميمر كلوك، والرينج اللي فوق ال 320 330 على الكور كلوك، الكارت هيبدا يعني يقاوم كسر السرعه، هيبدأ يديك درجات حراره عاليه، هيبدا يقطع، هتبدا تشوف تقطيعات غريبه على الشاشه، هتفتكر ان الجهاز عندك باظ او حاجه، بس ما تقلقش ده ما فيش اي مشكله من الكلام ده. هتبدا تلاحظ لاج، هتبدا تلاحظ مثلا تقطيعات غريبه في الشاشه، ده كله معناه الاوفر كلوك ده زياده، الاوفر كلوك ده مش حلو. ومش شطاره ان انت تجيب اعلى اوفر كلوك، انت ممكن تجيبه على الكارت ومثلا تبقى قاعد تلعب في مره لعبه كومبيتيتيف ومبسوط جدا تلاقيك ان الجهاز فصل منك. الاحسن حاجه انك تعملها انك توصل الاوفر كلوك عالي بس امان، مش لازم توصل لاعلى حاجه الكارت بتاعك بيوصلها، فدايما خليك في السيف مارجن او في الحته الامان للكسر بتاعك. فهتبدا تعلي 20 ب 30 20 ب 30 لحد ما يبدا الكارت يقطع منك، تبدا ترجع تاني 20 ب 30 كده لحد ما تلاقي النقطه الحلوه اللي كارت الشاشه بتاعك بيكسر عليها. مفيش اي قلق من ان الكارت يبوظ او حاجه، لان بكل سهوله لو الاوفر كلوك زياده قوي 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 يعني الجهاز بيقوم راستر نفسه، وانت كده كده مش بتكسر بالنيتروجين السائل او مش بتكسر درجات حراره عاليه. فدرجه الحراره اللي انا وصلت لها على المراوح على اوتو كانت 77 على الستريس تيست بتاع فيور مارك، اللي هو اساسا بيستهلك الكارت اكتر من معظم الالعاب الموجوده حاليا في السوق. ف77 درجه مئويه على كسر السرعه ده جميل جدا، وانا مبسوط جدا بالارقام دي. لكن في حاجه اسمها الفان كيرف انت ممكن تلعب فيها من خلال ام اس اي افتر برنر، ان مثلا لما الكارت يبدا يوصل ل 70 درجه مئويه المراوح تشتغل 40%، لما يوصل 75 تشتغل 45%، وانت بتحدد درجه الحراره ايه اللي يبقى معاها نسبه مراوح قد ايه. دي حاجه من الحاجات اللي انا عملتها مثلا على الكروت اللي كانت محتاجاها، الكروت اللي تبقى مروحه واحده زي جي تي اكس 1070 فاوندرز اديشن، بيجي مروحه واحده وتبريده مش قوي قوي، فالكاستم فان كيرف كانت من الحاجات اللي مساعداه. لكن لو الاوتو ماشي معاك ممكن ما تتعبش دماغك ومفيش برده اي مشكله من الموضوع ده. برده نقطه ناخد بالنا منها ان ما تخليش المراوح على 100% عشان هتهلك المراوح بتاعتك بسرعه جدا مع الوقت. فتخلي المراوح صوتها واطي ورقمها واطي على قدر الامكان، مع نفس الوقت انها تديك درجات حراره كويسه، فما تبقاش مؤثر على المراوح ولا مؤثر على الكارت. كمان المراوح على 100% او حتى 60 70 80% هتدخلك سرعه كتير جدا في الكارت مقارنه ب 40% و50% و60%. فدي كلها حاجات لازم تراعيها في دماغك وانت بتكسر سرعه. عندكم اي استفسارات او اي اسئله من ناحيه كسر السرعه يا ريت تقولها لنا تحت في الكومنتات. شكرا 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 جدا على 20000 سبسكرايبر، ده فعلا من الحاجات اللي انا مبسوط منها جدا اللي حصلت الايام اللي فاتت. كل ده ما كانش هيحصل الا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا بفضلكم ودعمكم المستمر للقناه. فخليكم معانا كده ان شاء الله الفتره اللي جايه في فيديوهات حلوه جدا مطلوبه، متاخره شويه بس مطلوبه، وحاجات حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو.